كنت اعلم بقرارات مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق من جروب الواتساب، نعم ام لا؟ صراحه بعضها بعضها شفت شفت الصراحه، فاجئتني بصراحتك. ماشي. كنت داعما لتعيين اجري لقياده المنتخب؟ لا. والف لا. والف لا. ماشي. حازم امام استقال مرتين من مجلس اداره الاتحاد؟ ها ايه؟ لا. نعم ولا لا؟ لا لم يستقل ولا مره خالص. هاني ابو ريده تعرض للخيانه من مجلس جمال علام في ملف المدير التنفيذي، نعم ام لا؟ للخيانه؟ ما اعتقدش، يعني رغم ان انا يعني ما كنتش مع الباشمهندس هاني في الدوره دي، لكن ما اعتقدش. اعتقد هو كان انا معلوماتي ان هو كان عايز الدكتور علاء عبد العزيز واللي هو ثروت سنه هو اللي جه، بس ما اعرفش هل هم كانوا متفقين مع الباشمهندس هاني ولا لا. ماشي. اللي بعده، مجلس جمال علام عين شوقي غريب للمنتخب باوامر من هاني ابو ريده؟ لا لا. كابتن شوقي تاريخ طويل، والدليل على كده ان كابتن شوقي جه تاني اهو منتخب الاولمبي. مجدي عبد الغني وحازم امام راغبا في رحيل كوبر قبل المونديال بسبب خطته؟ لا، ما كانوش عايزين، يعني ما كنا كلنا مستقرين ان ما ينفعش تمشي كوبر في التوقيت ده. انما كانوا بينتقدوه طبعا. مش معنى ان انا انتقدك ان انا عايز امشيك النهارده. لا، انا ممكن انتقدك عشان افتح لك نقطه، زي الحوار اللي احنا كنا لسه بقول لك اتحاد الكره يقعد مع الرؤساء الانديه تفتح حوار. انما مش معنى كده ان هم كانوا عايزين يمشوا كوبر، هتمشي كوبر في التوقيت ده كان خطا 100%، وهم كانوا مقتنعين بده على فكره. اللي بعده، ارفض تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره؟ طبعا، ما كنتش احبها بالشكل ده. وفي نفس الوقت وانا بعمل اقلص عدد اعضاء الجمعيه العموميه ابحث ازاي اللي خرجوا بره الجمعيه العموميه احافظ على حقوقهم تاني وتالت ورابع. دي حقوق يعني هم، خلينا نتكلم بامانه، لو ليهم حقوق الاختلاف بس في الانتخابات، لا، الحقوق اللي بياخدوها سنويا لازم توصل لهم سنويا، ولازم نعمل زي ما بنعمل للاعضاء الجمعيه العموميه اللي جوه حاليا تعمل للي بره الجمعيه العموميه. ماشي. اللي بعده، اؤيد وجود بند تعارض المصالح في اللائحه، نعم ام لا؟ تعارض المصالح؟ يعني لو في بندين، يعني لو انا حاجه تمنعني ان مصلحتي الشخصيه طبعا اؤيد اي حد مصلحته الشخصيه تؤثر في عمله في العمل العام، انا اؤيدها حتى لو انا خالد لطيف. اللي بعده، أكتر أزمات المجلس المستقيل بسبب خناقة الأعضاء على لجان الاتحاد العربي والأفريقي؟ لا لا. ماشي. لا لا. ولا على السفريات؟ لا لا. ماشي. خالص. اللي بعده، كنت مؤيدا لقرار استبدال مجدي عبد الغني بعصام عبد الفتاح لرئاسة بعثة المونديال؟ ما كانش متاخد رأينا فيه، أو ما كان يعني مش ما اتاخدش رأي مجلس الإدارة. ده كان قرار المهندس هاني أبو ريدة في ذلك الوقت وهو كان رئيس البعثة. اللي بعده، تعرضت للخيانه في الانتخابات الاخيره ومع ذلك نجحت بأعلى اصوات؟ لا لا. خالص. الجزء الاولاني ولا تعرضت للخيانه خالص. عارف انت مستقل، انت يعني زي ما بتقول انت شايف نفسك تلعب مع نفسك. ان انت بقى تثق في ابراهيم وابراهيم ما طلعش جدع واحمد وهم يخلعوا منك، ما تبقاش خيانه قوي يعني. ماشي. اللي بعده، وائل جمعه وحازم امام تعرض للخيانه في الانتخابات؟ ما اقدرش اقول لان ما كنتش معاهم. ما تقدرش تقول لان هم كانوا مع المهندس هاني ابو ريده، وانا ما كنتش موجود في القائمه. ناس يعني ممكن تلاقيها دلوقتي مستغربه من استخدام كلمه خيانه، بس هي في الانتخابات بيتقال عليها كده برضه عشان الناس تبقى عارفاها. ما كنتش موجود معاهم فمش عارف، بس هو يرضي ربنا ان وائل جمعه يخش انتخابات اتحاد الكوره يسقط؟ طبعا انا لما اطرح ازعل جدا جدا. تاريخ طويل طبعا في الكوره، تاريخ طويل في كره القدم كبير، بس برضو وانا بزعل قوي لازم اقول حتى ابراهيم بمنتهى الامان، مش لازم عشان انا نجم كبير انجح في الاداره، ومش لازم عشان انا نجم كبير انجح في اي انتخابات. لا. لازم اعرف طبيعه العمل. سواء اتعمل عليه حمله ليها علاقه بانه
فيلن ومش هيرد عليكم في التليفون، ما بيلفش مع الناس، ما انت ادرى مني وانا اللي هقول لك. لا ما انا ما كنتش معاهم في المجموعه، بس خلي بالك حتى لو ده حصل اه ونجح ايا كان مش وائل ما انا بتكلم عامه وما ردتش على الجمعيه العموميه، زي ما قلت لك الجمعيه العموميه واعيه جدا جدا جدا، حتى لو نجحت مره مش هتنجح الثانيه. ماشي اللي بعده. اخر سؤال في نعم ولا، ونروح للاختيارات. اللجنه الخماسيه تدير الكره المصريه حاليا بكل احترافيه، نعم ام لا؟ لا، مختلف معاها في حاجات كتير. لا يعني كنت اتمنى منها حاجات افضل من كده. اللي بعده. افضل مجلس عملت فيه مجلس هاني ابو ريده جمال علام ولا مجلس اداره الزمالك؟ ما اقدرش اقول لك لان كل واحد من دول ليه. طب رقم واحد رتبه لي. عارف لازم المهندس هاني ابو ريده، لان ده اكبر انجاز عملته في حياتي، وصول كاس عالم. ماشي. استاذ جمال علام الشخصيات الرائعه المحترمه جدا 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 جدا. مجلس اداره الزمالك في الدورتين اللي انا فيهم دوره مع الدكتور كمال درويش تعلمت منها الاداره، وكان النائب مستشار مرتضى منصور، والدورة الثانية مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، وتعلمت منها. خلي بالك ما أنت خبراتك التراكمية بتيجي على مدار التاريخ. صحيح. يعني المستشار مرتضى مثلا على سبيل المثال علمني قانونا أحمي نفسي إزاي كعضو مجلس إدارة. فعلا. وقانونا أنا أفكر إزاي في أي قرار في مجلس الإدارة. خبرات ده يعني مش عايز أقول. دكتور كمال حدوتة علمني إزاي إدارة، وبرضه كان ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. مجلس الأستاذ جمال علام كان لي كان في صعوبات كبيره جدا، واجهنا صعوبات كتيره، حريق الاتحاد، توقف الكوره، وعدم عدوى النشاط. بس افضلهم بالنسبه لك الاكبر انجاز عملناه طبعا في مجلس المهندس هاني ابو ريده، والوصول كاس عالم طبعا بلا شك. خروج المنتخب من بطوله الامم بسبب الجهاز الفني اللعيبه مجلس اتحاد الكره. الثلاثه اللي بعد مسؤوليه كلنا مشتركين فيها. كوبر جاء للمنتخب بقرار من جمال علام هاني ابو ريده التشاور ما بين الثنائي. لا بمجلس اداره الاتحاد الكره في ذلك الوقت ما كانش فيه خالص، لان حتى كنا جوه لا ما هو ان انت تستشير مهندس هاني ده اكيد في كل حاجه ماشي، انما القرار من جوه كنا مختلفين. كان في ناس عايزه الان جريس انا فاكر، وناس كانت عايزه كوبر، وفي ناس كانت بتحاول مع رينارد، وما ما توفقناش. ماشي اللي بعده. الانسب لرئاسه الزمالك مستقبلا مين؟ احمد مرتضى، حازم امام، خالد لطيف؟ لا شيل خالد لطيف عشان ما ينفعش ان انا اقول خالد لطيف على خالد لطيف يعني. ماشي. حازم امام واحمد مرتضى الاثنين نجوم يعني. حازم امام او اي اسم مش موجود هنا من وجهه نظر. الاثنين ولاد نادي الزمالك. حازم نجم كبير من نجوم نادي الزمالك وتاريخ طويل، سواء حازم او كابتن حماده او يحيى الحريه امام زي ما الكابتن لطيف كان دايما يقول. احمد من اعضاء مجلس الاداره النشيطين جدا جدا جدا، ووالده برضو رئيس نادي الزمالك في يعني فتره طويله من الزمن، واحمد حتى على مستوى مجلس الاداره من الاعضاء مجلس الاداره اللي عملوا مجهود كبير جدا جدا. فين الاجابه؟ الاجابه اي واحد من الاثنين ينجح يعني يبقى رئيس أي واحد الزمالك. سيب خالد لطيف خالص. ماشي اللي بعده. الأحق بمنصب النائب في المجلس المستقيل مين؟ كرم كردي، أحمد شوبير، أحمد مجاهد؟ لا تاني. الأحق بمنصب النائب في المجلس اللي فات؟ كابتن أحمد شوبير طبعا، هو اللي نجح. ما هو نجح اللي كان قبليها، مش كان في فترة كده كانت بلا أي لا شخص؟ لا كانت ما بين الدكتور كرم والكابتن حازم الهواد. ماشي. إنما الحقيقة إن كابتن أحمد شوبير. كابتن أحمد شوبير. أنا بقى حقيقة طبعا. اللي جاي آخر سؤال. أنشط عضو مجلس إدارة عصيرته كان مين؟ أحمد مجاهد ولا سيف زاهر ولا محمود الشامي؟ التلاتة حبايبي. ما أقدرش أقول لك مين. لا مش يعني بالحب. حبايبي لا أحمد عنده مميزات كتيرة جدا. رغم خلافي مع باشمهندس أحمد في حاجات كتيرة جدا. ماشي. بس نشيط جدا جدا. أنشط واحد مين؟ لا ما أقدرش أقول لك في التلاتة صعب. أشوف أنا جاوبت لك كله ماشي. الإجابة دي انتخابات دبلوماسية. لا والله خالص انتخابات والله. التلاتة أصل خلي بالك. التلاتة حبايبي الحاج محمود الشامي عنده خبرات كبيرة جدا تراكمية وكان معايا في طب رتبهم لي رتبهم لا برضو صعب برضو برضو صعب يعني ده سؤال بدون إجابة وعندما سئل كابتن خالد لطيف من هو أنشط عضو مجلس إدارة عصره امتنع عن الإجابة. أقول لك أنا على حاجة أحلى الأكثر تواجدا ممكن مين أحمد مجاهد
وبالتالي اكثر نشاط. جاوبتك انا بس بطريقه ثانيه. ايش ايش ما جراش حاجه. يا كابتن خالد انت شرفتنا ونورتنا، وانا سعيد جدا جدا بالحوار معاك، وانت صديق عزيز وضيف ممتع ولك قيمه كبيره. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ابراهيم. شكرا جزيلا على هذا الحوار. يعني انت جميل وربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح يا رب كده، وبستمتع بيك دائما، وكل سنه وانت طيب، وكل الساده المشاهدين طيبين يا رب كده يا رب. يعني عدينا من الازمه اللي احنا فيها دي يا رب، مصر تبقى احسن واحسن. ده الاهم. سيبك من الانتخابات، وسيبك من اتحاد الكوره، وسيبك من النشاط الكروي، يا رب نخرج من الازمه اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. يا رب اللهم امين. ده كان حوارنا مع كابتن خالد لطيف. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل كابتن تامر الالماني الشهير بتامر بدوي، هنتكلم عن الدوري الالماني ونحلل ونتكلم في تفاصيل والله وحشتنا الكوره. بعد الفاصل خليكم معانا.